بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء، وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. ما أجمل اللحظات والفقرات واللقاءات والشخصيات في بطولة زد الدولية للاعبين تحت 17 عام النسخة الثالثة 2024. وصلنا مشاهدينا إلى يوم الختام، يوم الأحلام، يوم جني الثمار ونهاية المشوار، المشوار الممتع الجميل الذي سعدنا فيه بكل التفاصيل، التفاصيل التنافسية والأجواء التنظيمية والتعامل باحترافية، ولاعبين نرى أصدقائي إنهم نجوم اليوم والغد القريب. الآن أصدقائي نبدأ الكرنفال والاحتفال بلقاء نستعيد فيه الذكريات والحلويات واللحظات السعيدة الجميلة، ولقاء أساطير النادي الأهلي ونادي الزمالك على هامش اليوم الاختتامي لبطولة زد الدولية للاعبين تحت 17 عام. تعالوا أصدقائي نبدأ المتعة والجمال ونرى الأبطال وجها لوجه في ملعب زد بالتجمع، واللقاء الاستعراضي لقاء نجوم النادي الأهلي وأساطير النادي الأهلي ونجوم نادي الزمالك. النهاردة تشكيلة نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين، محمد عبد المنصف وابراهيم صلاح ووائل الاباني وايمن عبد العزيز ومحمد ابو العلا وخالد الغندور وجمال حمزه واحمد جعفر، بينما تشكيله النادي الاهلي النهارده امير توفيق والسيد معوض وخالد بيبو وعماد متعب ووليد سليمان وفضل وجده وحسام غالي ومحمد شوقي واحمد حسن وهشام حنفي. هنتابع مع حضراتكم هذا اللقاء، اللقاء الاستعراضي اللي هنستعيد فيه الأجواء وهنستعيد فيه اللحظات الجميلة، اللقاء الاستعراضي الجميل اللي بيجمع نجوم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك في اليوم الاختتامي لبطولة زد الدولية تحت 17 عام. هنشوف ركلة البداية اللي هتنفذها إليشا طبعا الشهيرة جدا جدا لدى الجماهير المصرية، طبعا بنت الكابتن ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى للنادي الأهلي. النهاردة هنستعيد الذكريات برؤية النجوم الكبار، النجوم نجوم الأهلي والزمالك اللي حفروا بجهدهم وعرقهم بطولات وإنجازات للقلعة الحمراء والقلعة البيضاء. وتعالوا أصدقائي نتابع هذا اللقاء تحت إدارة تحكيمية لحكمنا الكبير الكابتن سمير محمود عثمان والكابتن توفيق السيد. إليشا هتلعب ركلة البداية وطبعا هتلعبها للنادي الأهلي، لكن هنشوف النهاردة الحلويات والقطايف واللطايف الجميلة، وآدي الابتسامة النهاردة في يوم الأحلام، يوم الختام لبطولة زد الدولية. الصقر المصري عميد لاعبي العالم، وعلى الجانب الآخر خالد الغندور ودي النجم وليد سليمان صاحب شنطة لجوان. هنشوف النهاردة مجهز لنا ايه في هذا اللقاء الاستعراضي. توقفنا أصدقائي دقيقة حداد على رحيل والد الكابتن طارق السيد، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. على بركة الله أصدقائي هنبدأ هذه الأجواء الاستعراضية الجميلة، وتعالوا أصدقائي نستمتع باللمسات والمهارات والحلويات والإبداعات من نجوم أسروا الملاعب المصرية والأوروبية. ادي سيد معوض ودي الكابيتانو ودي كابتن وليد سليمان وشنطة لجوان والصاروخ هشام حنفي. سيد معوض جده وحلويات جده وذكريات الكان في 2010. الصقر المصري بيتدخل على طول محمد ابو العله لجمال حمزة صاحب الجماليات والحلويات، لكن الصقر صقر على طول بيحط كورة وإنقاذ من عبد المنصف، ودي لمسة خطيرة مرة تانية والنادي الأهلي بادئ بداية مثيرة
لكن الأباني أباني على طول بيعمل إبعاد. والله زمان وذكريات الزمان أكم من لقاءات ولحظات جميلة استمتعنا فيها مع النجوم الكبار. حسام غالي الكابيتانو نجم النجوم لسيد معوض والقدم اليسرى والجبهة اليسرى النارية، ودي خالد بيبو وذكريات الرباعيات والثلاثيات والحاجات الحلوة اللي شفناها أيام ولحظات وسنين. مرة تانية ادي التسديدة، لكن طبعا محمد عبد المنصف لسه المهارات والإبداعات والإنقاذ موجود عند عبد المنصف. التمرير الأمامي خالد بيبو يرجع مرة تانية لحسام غالي، غالي مرة تانية لجده سيطرة، لكن أيمن عبد العزيز بذكريات الاحتراف وذكريات التدخلات القوية في منطقة وسط الملعب بيعمل تدخل في اللقطة اللي فاتت، ودي الكابتن توفيق السيد بيتكلم علشان يقول رمضان كريم احتسب خطأ لمصلحة النادي الأهلي. الكابتن أيمن زعلان، لكن النهاردة مفيش زعل لكن في انبساط. حسام غالي سلامات لجده نجمنا الكبير. وليد سليمان مرة تانية لسيد معوض يمرر في قلب الملعب عند جده. الصقر يرجع للكابيتانو مرة تانية هشام وانطلاقات هشام. سيد معوض بيعمل تمريرة عند وليد سليمان مرة تانية. الصقر صاحب القميص رقم 10 بيلعب كورة قوية، لكن عدت ما يلحقش هشام حنفي. الكورة القطرية العرضية الجميلة اللي نفذها الصقر المصري، ادي النجم الكبير كابتن هشام حنفي واحد من النجوم المهمة جدا جدا في تاريخ كرة القدم المصرية. محمد عبد المنصف سلامات لوائل الأباني، ما سخنش ولا ايه؟ ادي طبعا الكابتن سيف زاهر والنجوم الكبار ونجوم المجتمع ونجوم الرياضة والشباب والآنسات والأطفال، الكل موجود وحاضر في احتفالية كبيرة يوم الختام، يوم الذهب للذهب، يوم اللقاء الختامي لبطولة زد الدولية، البطولة العالمية اللي جمعت المدارس الأوروبية وكرة القدم المصرية على مدار 6 أيام استمتعنا فيها بلقاءات ومنافسات وحلويات وإجراء وأجواء تنافسية وتنظيم احترافي على أعلى المستويات. إشادة كبيرة، أدي النجم الكبير الشان عماد متعب ومحمد فضل صاحب الفضل وصاحب اللقطات المضيئة. سلامات للأباني، هنشوف هل هيقدر يكمل ولا هيحصل تبديل وتعديل. شايف خالد الغندور بندق كرة القدم المصرية نزل في أول التبديلات والتعديلات. هنستأنف مع حضراتكم، لكن لازال الكابتن وائل الأباني موجود في تشكيلة الفارس الأبيض نادي الزمالك. وليد سليمان بيعمل كنترول، تمريرة الأمامية مرة تانية خالد بيبو مقطوعة عند إبراهيم صلاح، أدي الكورة الأمامية عند أبو العلا. يا سلام يا أبو العلا، لكن الضغط، ودي تسديدة قوية يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على وليد سليمان. وعرفنا إيه اللي موجود في شنطة الإجوان في الدقيقة 5، تسديدة قوية وأول إصدار من إصدارات وليد سليمان وخاتم وليد سليمان وشنطة الإجوان في الدقيقة 5، لقطة مضيئة أولى. لكن تعالوا شوفوا معانا الحكاية والرواية، هادي وليد سليمان والتسديدة تحرك الشباك وتعطي التقدم والأفضلية لأساطير ونجوم النادي الأهلي في اللقاء الاستعراضي في بطولة زد الدولية على هامش اليوم الأخير. اتلعبت الركنية، أكيد الفارس الأبيض مش هيسكت، الفارس الأبيض والأسلحة التهديفية. كورة مرة تانية عند بيبو خالد بيبو، لكن كورة بيصطادها محمد عبد المنصف على طول. وائل الأباني بيستلم وبيحط تمريرة أمامية، هل يلحق؟ ما يلحقش. أبو العلا أقوى من اللازم، تخرج الكورة علشان تبقى ركلة تماس. كابتن سمير محمود عثمان ايه، هيلجأ للفار ولا هينتظر قرار؟ ادي النجوم
كابتن محمد شوقي بيدي تعليمات وتوجيهات من خارج الخطوط، وواضح ان الاباني مش هيقدر يكمل. كان نفسنا النهاردة نستمتع باللمسات وبالمهارات الحلوة الوائل الاباني، لكن ملناش نصيب ان احنا نستمتع بيه. وليد سليمان، خالد بيبو مرة تانية غالي، الكابيتانو عايز يجد المساحة الكابيتانو ويحرك الشباك، لكن ترجع مرة تانية من نصيب النادي الاهلي تمرير وتحضير. الكابيتانو المرة دي يقطعها خالد الغندور، بندق هيقدم لنا ايه، بيحط تسديدة، لكن امير توفيق موجود وهو نجم التوفيق. ترتد لمصلحة النادي الاهلي وليد سليمان، كرة خطيرة جدا جدا عند الكابيتانو، لسه الحكاية ما خلصتش ولازالت الكرة داخل البساط. ركلة تماس لمصلحة النادي الاهلي، ادي امير توفيق النهاردة هيبقى عينه على الانقاذ والابعاد ولا عينه على الصفقات، هنشوف. ادي كرة مرة تانية، لكن الغضنفر موجود بيحط جسمه ويدي السيطرة والاستحواذ للفارس الابيض. ادي تدخل مرة تانية من الصقر، ما بيهزرش الصقر، لكن خالد الغندور بيطالب باخطاء والكرة فيها اتاحة لعب للاعبي النادي الاهلي. مرة تانية ايمن عبد العزيز، خالد الغندور، عايزين نشوف الانطلاقات ولا زمان يا خلود، لكن الكرة تتقطع مرة تانية من وليد سليمان. سيد معوض والقدم اليسرى، الصقر بيسدد، لكن أوسا موجود وحاضر بيقفل على طول ويعيد الذكريات للإنقاذ والإبداع. أيمن عبد العزيز في قلب الملعب، تملي موجود وحاضر عايز يعدي، لكن الكابيتانو حلاوة الكابيتانو وحلاوة المهارات والإبداعات. أمير توفيق لوليد سليمان مرة تانية التمرير، الصقر نجم النجوم كابتن أحمد حسن القائد وحامل الكؤوس لكرة القدم المصرية. خرج أيضا الكابتن هشام حنفي علشان تبقى الكفتين الميزان ما بين الأبيض والأحمر والأحمر والأبيض، كفتين الميزان متساويين. وآدي زيدان النجم الكبير أيضا موجود وناد كرة القدم المصرية، النهاردة كوكبة كبيرة جدا جدا في ملاعب زد بالتجمع على هامش اليوم الختامي وكرنفال وفقرات واحتفالات بطولة زد الدولية. كابتن سيد معوض بالكعب، يرجع مرة تانية الغالي، تمرير وتحضير، وهات وخد وخد وهات، جده يظهر في الكادر مرة تانية. ادي التمرير والتحضير، سايبين لعيبة نادي الزمالك لعيبة النادي الاهلي تعمل تمريرات طالما بعيدة عن اوسا، لكن مرة دي بيظهر جمال ويعمل كنترول. ادي جمال بيزقها حلوة للامام عند ابو العلة، بيلف والقدم اليسرى، لكن طالت من نجمنا الكابتن محمد ابو العلة قائد الجبهة اليسرى. يا مصال وجال وقدم حلويات في تشكيلة الفارس الأبيض. مرة تانية جده تسديدة قوية أرضية، لكن أوسة لازال يقظ تماما لتسديدات أساطير ونجوم النادي الأهلي. أدي الكابتن عبد الستار صبري أيضا موجود وحاضر، كوكبة كبيرة، نقول مين ولا مين النهاردة، كل النجوم اللي عاشقها الملايين موجودة في ملاعب الزد بالتجمع. ادي مرة تانية جمال عايز يسجل اول الاجوان، لكن امير توفيق كمان وكمان ينقذ محاولات الفارس الابيض. وليد سليمان اللي طلع اول اصدار من شنطة الاجوال، مرة تانية الصقر بيعمل تمريرة، كرة بعرض الملعب وتمرير وكرة عرضية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الدلع، ويا سلام على الثلاثيات والتلات لمسات والتلات دقات والصقر المصري. عميد لاعبي العالم النجم احمد حسن يسجل تاني الاجوان، بس كلمني على اسيست جده وحلاوة جده بتاع زمان. ادي الحكاية من بيبو لجده للصقر، تاني اهداف القلعة الحمراء وتاني اهداف النادي الاهلي في هذا اللقاء الاستعراضي الجميل
اللي بنستعيد فيه أصدقائي الذكريات الجميلة ونتنفس كرة القدم مع نجوم أكم من سنين وسنوات أثرت ملاعب كرة القدم المصرية والأوروبية وارتدت قميص منتخبنا الوطني. ضربة حرة توافد النجوم العالميين إدجار ديفيز النجم الكبير أحد نجوم الطاحونة الهولندية وديل بييرو وكرة القدم الإيطالية، نجوم مصرية ونجوم أوروبية ونجوم عالمية في هامش اليوم الختامي وختام منافسات بطولة زد الدولية، أقوى المنافسات والبطولات على صعيد اللعيبة الشباب تحت 17 عام. أدي خالد الغندور ومشغبات الغندور في الإعلام وداخل البساط، هو الغندور. مرة تانية أيمن عبد العزيز الكرة الأمامية يا عيني بالمسطرة، لكن فين يا أبو العلا؟ حطها عالية جدا جدا، لكن كلمني على التمريرة الحلوة، تمريرة حلوة. وأدي أعلام المارد الأحمر موجودة في كل مكان، والحوارات والنجوم الكبار الكل موجود وحاضر، وأيضا كبار المسؤولين في شركة أورا وفي شركة زد الكل موجود وحاضر. الصقر المصري بيعمل تمريرة أمامية ما يلحقش وليد سليمان، تطلع الكرة إلى خارج الملعب. وصلنا للدقيقة 13، تقدم لأصحاب الزي الأحمر بهدفين، الأول وليد سليمان والثاني للصقر المصري النجم أحمد حسن. كرة ما يلحقهاش الغضنفر أحمد جعفر، عايزين نتفرج على أهداف كبير الهدافين أحمد جعفر. أدي كرة مرة تانية، وأدي خالد بيبو عايز يفكرنا بزمان وحلويات زمان، لكن بتطلع إلى خارج الملعب ركنية، اتلعبت على طول الركنية مرة تانية غالي، حتى الآن بيدي تمريرات، لكن المرة دي مقطوعة من الغندور، يسلم جمال عايز يعدي جمال، لكن الصقر ما تعديش أبدا أبدا من الصقر أحمد حسن. محمد ناجي جدو وليد سليمان وسبعات سليمان، ترجع مرة تانية لجدو اللمسات والتمريرات والخدوهات، ومرة تانية كرة بعرض الملعب، لكن جعفر المرة دي سيطر على كرته وعايز يقود انطلاقة جديدة للفارس الأبيض. أدي خالد الغندور وفي 4-2، 4-2 الغندور. جمال حمزة هيعمل إيه؟ عمل ترقيصة ووسع لنفسه، لكن توفيق بيعمل إنقاذ، ترجع للغضنفر من جديد، بيلف ويدور ويسلم تمريرة عند خالد الغندور، ترجع لإبراهيم صلاح واحد من نجوم وسط الملعب للقلعة البيضاء. إبراهيم صلاح أدي الغضنفر زعلان عايز يسجل أول لجوان. أيمن عبد العزيز الكرة الأمامية، وليد سليمان بيقوم بالمهام الدفاعية، الكابيتانو تفقد الكرة وتسديدة قوية. يا عيني يا عيني، أخيرا بتظهر القدم اليسرى وتتحرك شباك أمير عن طريق النجم أبو العلا قائد وياور الجبهة اليسرى. أدي شيتوس وأدي النجوم، نجوم الفن والمجتمع والرياضة اللي بتتلألأ بيهم ملاعب زد النهاردة في اليوم الختامي، كرنفال واحتفال على أعلى المستويات النهاردة في اليوم الختامي، اليوم الجميل، اليوم الاستثنائي في بطولة زد الدولية. 2-1 قربت النتيجة كالمعتاد ما بين الأحمر والأبيض، نجوم كل العصور. تمريرة بعرض الملعب، مرة تانية إبراهيم صلاح بيعمل تمريرة عند أبو العلا، بدأ يتألق أبو العلا خصوصا بعد ما سجل أول إجوان. أدي جمال بيفكر في التسديد، يا عيني عليك ويا عيني على الإجوان. جمال آخر جمال في الدقيقة 16 يعيد الفارس الأبيض من جديد للقاء، ويصبح التعادل 2-2، وارتسمت الابتسامة والسعادة على عشاق الفارس الأبيض. لكن كلمني على السهم، سهم القدم اليمنى لجمال حمزة، والله زمان يا جيمي، تسديدة قوية جدا جدا علشان تتعدل النتيجة أصدقائي ويصبح التعادل 2-2. كابتن سمير محمود عثمان والكابتن توفيق السيد، النهاردة مباراة سهلة في
الإدارة الفنية والإدارة التحكيمية، لكن أعتقد انطلقت وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2. اللقاء الاستعراضي الجميل، اللقاء اللي بيجمع النجوم، ادي الأستاذ أحمد دياب والأستاذ سيف الوزيري والنجوم، وادي الأستاذ هيثم عبد العظيم وديل بييرو وزيدان والدكتور أحمد عبد الله. كوكبة، أقول مين ولا مين؟ نجوم بيعشقها الملايين. من جديد أصدقائي نستعد لإلقاء الضوء على أحداث الشوط الثاني في المباراة الاستعراضية، المباراة الجميلة اللي بتجمع أساطير النادي الأهلي ونادي الزمالك على هامش اللقاءات وكرنفال اليوم الختامي لبطولة زد الدولية للاعبين تحت 17 عام، النسخة الثالثة 2024. بتنطلق صافرة حكمنا الكبير الكابتن سمير محمود عثمان. انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل 2-2. سجل النادي الأهلي في البداية هدفين، وعاد الفارس الأبيض وسجل هدفين، والاتنين حبايب، والاتنين زي ما حضراتكم عارفين حلوين طعمين. محتار تشيل مين وتسيب مين، لكن خلونا نتابع. ركنية لمصلحة نادي الزمالك، اتلعبت الركنية لكن وليد سليمان يزقها على طول وتتقطع الكورة. نزل الجان عماد متعب كبير الهدافين مع بداية أحداث الشوط الثاني علشان المتعة والحلويات تزداد كمان وكمان برؤية الجان كبير الهدافين النجم عماد. أيمن عبد العزيز، إبراهيم صلاح، محمد عبد المنصف بيفكر يعمل تمريرة قوية ودراسية، لكن فين الراسية؟ راسية من جمال أعلى من العرضة، تتلعب على طول الكورة والمتابعة موجودة وحاضرة. ودي كورة مرة تانية كان عايز يسددها الجن لكن اصطادها أيمن عبد العزيز قبل أقدام النجم عماد. أيمن عبد العزيز لكن سيد موجود، هل يقود الجبهة اليسرى؟ موجود في كل مكان أبو السيد محمد فضل صاحب الفضل وصاحب اللمسات وأول التسديدات، لكن بتمر التسديدة الأرضية على يمين محمد عبد المنصف. النجم شادي محمد ونجوم الرياضة في كل مكان، وزي ما بقول لحضراتكم كل النجوم وكل اللقطات منين ما هتتجول الكاميرا في كل أرجاء ملاعب زد بالتجمع الكل هيبقى موجود وحاضر. خرج خالد بيبو ونزل محمد فضل وعماد، وفي خطأ بيحتسبه الكابتن توفيق السيد. ودي أحمد جوال، أحمد بلال، أدي الصق، وأدي الخطأ من أيمن عبد العزيز، ودي ما تعديش يا جدعان، خطأ وضربة حرة مباشرة. نجم النجوم البرتغالي والمصري الكابتن عبد الستار صاحب اللمسات وصاحب المراوغات، ومين ما يحبش عبد الستار. الضربة الحرة لمصلحة النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي، وشايف النجم الألماني والمصري النجم محمد عمارة وعرضيات عمارة، العرضية النموذجية نجوم عبر أجيال وأجيال. هنشوف الضربة الحرة، وليد سليمان سابها الكابيتانو لوليد، تسديدة بترتد ترجع مرة تانية لمحمد فضل، محمد فضل يشيلها، كان متحرك الكابيتانو الغالي حسام غالي لكن عدت الكورة ومرت. ادي محمد فضل لسه ما سجلش، فضل واحد من عشاق الشباك. محمد عبد المنصف الكرة الأمامية، لمسة راسية من إبراهيم صلاح، اتضغط على أبو العلا، محمد فضل على طول لمسة ذكية من عماد. أدي عماد، أدي الشان، تصل للغالي لوليد سليمان مرة تانية، تمريرات ومحاولات للتقدم من جديد من جانب النادي الأهلي. حسام غالي، والله زمان يا غالي، مرة تانية محمد فضل، الكرات سيد معوض عايز ينشن ويعمل عرضياته وحاجاته وحلوياته
لكن الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة تماس. أدي كبار السادة المسؤولين اللي منورين ومشرفين في بطولة زد الدولية، الأستاذ محمد يحيى أيضا موجود. نجوم كبيرة جدا جدا ومسؤولين عن الرياضة وعن صناعة كرة القدم في المؤسسات المصرية، الكل موجود وحاضر. وادي النجوم العالمية إدجار ديفيز وديل بييرو. الكرة للأمام، الغندور يرجع لأيمن عبد العزيز، عايز يسدد ولا إيه؟ لكن الصقر موجود بترتد. وادي وليد سليمان، الكرة للأمام، كنترول حلو من محمد فضل مرة تانية. أبو السيد عدى وفات وغمس كرة حلوة جميلة الفضل بالكعب، لكن على طول غالي حتة بالكتف. لكن سمير محمود عثمان، أدي إدجار ديفيز النجم الكبير، عدد كبير من اللقاءات، نجم كرة القدم الهولندية، وديل بييرو نجم كرة القدم الإيطالية، واليوفي السيدة العجوز. مرة تانية تمرير وتحضير، بيتدخل أبو العلا، جمال بيلف ويدور، جمال جمال تسقيط لأبو العلا، بيهيأ كورة لكن إداها لسيد إصحاب. إصحاب هنعمل إيه؟ لكن بيمرر لسيد لمحمد فضل، تقدم فضل، تقدم فضل، أدي غالي هيقدم لنا إيه؟ لفضل المثلثات عايز يحطها، عايز يحطها في المقص فضل، على عكس التحرك لمحمد عبد المنصف، لكن عدت أعلى من البرواز. اللقطات والإبداعات والكاميرا ونجوم فيتوريا اللي هنراهم في المباراة النهائية بمشيئة الرحمن، فيتوريا البرتغالي. وآدي النجوم الأولاد، نجوم الغد بمشيئة الرحمن. النهاردة كل الأطياف وكل الأعمار السنية موجودة في احتفالية كبيرة وأجواء مثالية وسهرة رمضانية. وآدي النجوم الكبيرة، كابتن فكري صالح. نجوم كتير في كل المجالات، لاعبين وأجهزة ومسؤولين وتدريب. أقول مين ولا مين؟ أمير توفيق على مرتين، وليد سليمان لسه في الشنطة في تاني جوان هنشوف ونتابع. أدي وليد سليمان مرة تانية لحسام غالي، هيعمل إيه غالي؟ بيوسع وعايز يسدد لكن بيحط رجله إبراهيم صلاح ويطلع الكرة إلى خارج الملعب ركنية. وادي نجم التعليق الكابتن محمد يوسف ايضا موجود، يعني كوره وباسكت وفولي بول وهاند بول، مفيش مجال مش موجود وحاضر في ملاعب زد بالتجمع واليوم الاحتفالي، اليوم الكرنفالي الجميل لبطوله زد. وادي تسديده وجول، جول جول جول، والله زمان يا ابو السيد. سيد معوض بيطلع تسديده من حديد وبيسجل الهدف الثالث، خدعت أوسا، لكن القدم اليسرى سجلت ثالث الأهداف للقلعة الحمراء، ويدوب اكتفى بالحلويات وهيخرج. لكن خلينا نشوف سيد معوض بتاع زمان والتسديدات بالقدم اليسرى عدت فاتت إلى داخل الشباك، علشان سيد معوض أصدقائي يسجل ثالث أهداف لأساطير ونجوم النادي الأهلي في اللقاء الاستعراضي الجميل. اتنين حلوين، اتنين طعمين، قطبي كرة القدم المصرية، الزمالك والأهلي، والأهلي والزمالك. ركلة التماس تتلعب على طول، ومرة تانية انطلاقة. وأيمن عبد العزيز بيعمل تمريره مره تانيه، ابو العلا، ابراهيم صلاح، التمريره للامام، هنشوف الكوره العرضيه على طول مش معديه لوليد سليمان، التدخل عايز يعدي لكن تهرب الكوره الى خارج الملعب، ركله تماس. مره تانيه غالي تمريراته، المره دي يقطع ابراهيم،
الكرة الأمامية مرة تانية، محاولة المرور مقطوعة، تقدم المرة دي عند حسام غالي. هيقدم لنا ايه غالي؟ يرجع لجده مرة تانية عايز يعكسها، لكن يعمل له بلوك 10 على 10 غالي، لكن كابتن توفيق السيد قال له تعال تعال، في خطأ لمصلحة الفارس الأبيض. محمد أبو العلا بيقود انطلاقة جديدة للفارس الأبيض، أيمن عبد العزيز الخيول البيضاء. مرة تانية أبو العلا بيعمل تمريرة عند الغضنفر، عايز يحط جسمه ويعدي الغضنفر، لكن بياخد خطأ، بياخد خطأ في مكان خطير، مكان مثير للفارس الأبيض. أيضا بيشرفنا بالتواجد النجم الكبير والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. ادي النجوم الكبيرة اللي موجودة على هامش احتفالية اليوم الختامي لبطولة زد الدولية. ضربة حرة وحائط بشري ثلاثي من نجوم واساطير النادي الاهلي، وجمال اخر جمال على التنفيذ. الضربة الحرة هيفكر في ايه جمال؟ جيمي بي، يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مدفع رمضان. جمال حمزة بيطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، ما يقدرش يعمل لها حاجة توفيق، لكن اكيد توفيق ما عندوش رد على التسديدة الصاروخية اللي ما شفناهاش الا داخل الشباك، علشان الفارس الابيض يعود كمان وكمان وكمان ويسجل ثالث لجوان. بص شوف مدفع الاهداف من القدم اليمنى الجميلة للنجم الكبير الكابتن جمال حمزة. 3-3 وبنستمتع بستة اهداف، ودي جون مرة تانية. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الدبل باص، لكن جده النهاردة هو مستر اسيست لوليد سليمان اللي بيطلع اصدار جديد من شنطة لجوان، وبيسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي ويتقدم كمان وكمان 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 على الفارس الابيض، وتصبح النتيجة 4-3. بدأها فضل، الفنت حلو، وينهيها وليد سليمان صاحب حتى الان هدفان في لقاء الاساطير، المباراة الاستعراضية الجميلة. بنلعب في الدقيقة 27 وطبعا التقدم اهلاوي حتى الان 4-3، لكن مباراة جميلة بديعة رجعتنا الى الذكريات والابداعات. شايف خالد بيبو والنجم محمد شوقي نجوم في رئاسة قطاع الناشئين للنادي الاهلي. ادي كرة مرة تانية عند الغضنفر، بيلف ويدور ويسلم مرة تانية التهيئة، هيناوي على ايه الفارس الابيض؟ ادي ابراهيم صلاح عايز يسدد، لكن جده جده وجمال جده وذكريات جده في 2010، من ينسى الحلويات والتلات القاب. ادي كرة مرة تانية، الغضنفر بيلف ويدور بيحرجم على هدف، لكن عدت مرت. اللقطات والابداعات والحضور العالمي الاوروبي والمصري من المسؤولين وكل النجوم اللي بنشرف وبتشرف بيهم ملاعب زد بالتجمع على هامش اليوم الختامي. اصدقائي لازالت موجودة، والكاميرا منين ما ستذهب؟ هتذهب الى نجوم لها بصمات ولها علامات. ودي مرة تانية ايمن عبد العزيز عدى وفات، لكن في خطأ، في خطأ قريب جدا جدا. الكابتن توفيق السيد مش عاجبه وليد سليمان، صحيح سجل وحط هدفين من الاربع تجوان، لكن الخطأ موجود لمصلحة ايمن عبد العزيز. ضربة حرة وشايف الصق وسيد معوض بيستعدوا للنزول. ادي تسديدة من جعفر، لكن بترتد مرة تانية، لكن بيحافظ على كورته مرة تانية، بيحافظ على كورته بشكل جيد. التمريرة الأمامية مرة تانية عند أبو العلا، ياخد خطأ، ابتدت
المحاولات تبقى أكثر شراسة من الفارس الأبيض. جمال عايز يسجل كمان وكمان، وأبو العيلة بيسدد، لكن وليد سليمان يحط رجله ويعمل إبعاد. أدي النجم خالد الغندور والأباني بيتابعه وبيتكلموا، هنعمل إيه؟ متأخرين 3-4، أنزل ولا تنزل أنت؟ الأباني مصاب، لكن هنشوف الحوارات. اتلعبت الركنية والكرة على القائم الأول مش معدية، ترجع مرة تانية تبقى من نصيب النادي الأهلي. وأدي ضغط، وأدي خطورة، وأدي ردود الأفعال، وأدي أيضا نجم التحكيم حكمنا الكابتن إبراهيم نور الدين. تتلعب الضربة الحرة وليد سليمان لأمير توفيق، يا ترى عينه على مين؟ وليد سليمان بيوزع، منتظر التحركات، عمل ورقص الكل وعمل مراوغة للغالي حسام غالي. ادي التمريرة الامامية مرة تانية، جان عماد متعب، لسه عايزين نستمتع بالجان ولدغات الجان كبير الهدافين. مرة تانية غالي، تمرير عند الجان عماد متعب، خرج نجمنا الكابتن هشام حنفي احد الصواريخ الاهلاويه اللي كانت موجوده في وسط الملعب. لكن خلينا نشوف الغضنفر اللي عايز يسجل وبيحرجم على الهدف الرابع. ادي النجم الكابتن محمد عماره والنجم احمد بلال او احمد جوال، وادي الصاروخ هشام حنفي. مره تانيه جمال ومحاولات ابو العلا، ترجع مره تانيه عند احمد جمال. احد التبديلات والتعديلات للقلعه البيضاء، يقطع غالي بالكعب من بيبو، الهات وخد، يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام، لكن بتضيع، بتضيع من الصقر المصري. لكن 3-4 تمريرات كسبوا بيها مساحات، وفي هذه الاثناء اصدقائي بيحصل ايه؟ بتنطلق صافره النهايه، نهاية اللقاء الاستعراضي الجميل بفوز أساطير النادي الأهلي على نجوم القلعة البيضاء، أساطير نادي الزمالك، بنتيجة 4-3 على هامش اليوم الاختتامي، اليوم الاحتفالي لبطولة زد الدولية. في الأخير أصدقائي بشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، على أمل أن احنا نتواصل في انتظار اللقاء المرتقب، لقاء المباراة النهائية في بطولة زد الدولية تحت 17 عام. فإلى هذا الموعد، تحياتي أيمن الكاشف